اهلا وسهلا بمشاهدينا مره تانية، ورجعنا من الاستراحه ودلوقتي هنبدا في الاكسترا تايم. تعالوا بينا يلا نشوف هنعمل ايه. هنعمل دلوقتي ملوخيه. طبعا الملوخيه ليها محبيها طبعا اكيد. هنعملها بطريقه لطيفه وجميله من اي مرق موجود عند حضراتكم، ممكن يكون باقي من فراخ اتسلقت، من لحمه اتسلقت، من بطه اتسلق، مفيش اي مشكله خالص. ولو حتى ده مش متوفر هنعمل بالمرق المكعبات، مفيش اي مشكله. تعالوا نقول مقاديرنا. عندي للملوخيه كيس ملوخيه لو احنا هنستخدمها يعني فروزن مجمده، وعندي مرق، وعندي كزبره جافه وثوم مفروم وزيت مليان، وطبعا معلقتين من السمن وملح وفلفل. طيب هنبدا بايه بقى؟ اولا الملوخيه عشان هي فروزن لازم نسيبها تفك مع نفسها، يعني ما ينفعش بقى ايه اقعد انا احطها بقى يعني اساعد في انها تتفك باي طريقه. بصوا لازم تبقى القوام بتاعها كده، يعني اسيبها تفك لوحدها وبعدين افكها من الكيس وابدا احطها في بوله وابدا اتعامل معاها كده. وطبعا الانواع اكيد حضراتكم هتبقوا عارفين النوع اللي بيريحكم والنوع اللي انتوا بتحبوه وبيبقى لونه جميل وكل حاجه. طيب نسبه المرق بقى عشان اقدر اتحكم في كثافه الملوخيه. طيب انا لو دلوقتي عندي كيسين من الملوخيه هاخد عليهم قد ايه مرق؟ بسم الله. هحط الاول كوبايتين، ده لتر المفروض. هي غالبا هتاخد اللتر على الكيسين، بس طبعا خلينا ايه نأكد شوية، نسيب كده باقي ايه كوباية او نص كوباية. المرق يختلف عن الملوخية الخضراء ان كثافتها، ده سؤال هايل. بيقولوا لي المرق يختلف عن الملوخية الخضراء، يختلف النسبة بتاعته، عشان كده دايما لازم نحط في المرق النسبة الأقل. لو الملوخية خضراء ان احنا بنخرطها ما بيبقاش فيها المادة دي، ما بيبقاش فيها اللزوجة دي، خلاص فبتبقى لسه محتاجة هي اللي تتربط معانا عشان نديها العرق بتاعها ده. وايه اللي بيدي الملوخيه العرق؟ الخضرة. ايه؟ احنا لما بنقطف الملوخيه ما بناخدش الورقه بس، بناخد العنقود الرفيع اللي موجود ورا الورقه، هو ده اللي بيدي الماده او الرابر، الماده اللزجه اللي بتبقى موجوده فيها. الملوخيه الناشفه بقى نقدر نعملها بس ناخد من المرق ونديها الاول تبقى زي دي. يعني اخد من الملوخيه الناشفه كبشتين من الشوربه احطهم على الملوخيه الناشفه وابدا اقلب بالمعلقه بالراحه لما تبقى كتله زي دي الاول، وبعدين ابدا احطها تاني في بقيه المرق، اخد كبشه او كبشتين بس. ليه؟ علشان تنزل ليها لون وليها قوام، ما ينفعش احطها جافه كده على طول في الشوربه، لا. يعني في ناس بتعملها كده بس هي انا بصراحه اتعلمتها مش كده خالص، وبتدي عرق وبتدي لون سبحان الله كانها حقيقيه، كانها خضراء. بصوا بقى هنبدا نقلب كده. شايفين بقى انا ما احتجتش الشويه الباقيين، تخيلوا بقى لو كنت حطيتها كانت هتخفها. فدي مهمه، الانواع بتختلف. التقل هنا في الملوخيه اللي انا شارياها في النوع ده كويس، النوع الثاني خفيفه. معظمها لما اجي اسيحها الاقيها يعني اتبقى فيها حته صغيره قوي، ان المعظم حواليها تلج مثلا. طب يعني انا ما جازفش حتى لو انا عارفه نسبه الشوربه، على فكره مش عيب، يعني احنا في الاخر عايزين الوصفه تنجح لان احنا كلفناها. ف لازم تفك شويه علشان نقدر نتحكم فيها، لان لو اضطرينا نحطها مجمده في وسط اللي دي هتبقى قالب مربع كده، هتاخد وقت طويل قوي في المرق عقبال ما تفك، وكل ما هتفك منها شويه هتغلي مع المرق، هتبقى يعني هتفصل بعد كده وهتقطع. هي مش المفروض تغلي كتير، فاحنا عشان كده بنديها الايه التركه دي في الاول تفك، وبعدين نروح متعاملين معاها على طول على انها ايه ملوخيه على طول خضر. بسم الله. طبعا انا هنا اسمحوا لي بسخن هنا عشان اعمل مع حضراتكم الطشه، بس طبعا ايه شايفين بقى لون الملوخيه ده بقى اللي بيفرق مع الانواع اللي موجوده في السوق. زي ما قلت لحضراتكم فكره البقوليات في منها كتير، وفي منها شركات معروفه كويسه جدا ممكن نكون بنتعامل في الرز بتاعها كويس جدا، الرز البسمتي هايل، لكن اجي اتعامل مع منتجات تانية الاقي نفسي مش مبسوطه فاضطر اشتري من منتج تاني مثلا. لكن الحقيقه مش علشان انا بقول انه مليان كويس، لا، انا طبيعه شخصيتي والناس اللي عارفاني على مدار سنين ما بعرفش عن اللي حاجه انا شخصيا مش مقتنعه بيها، لان انا في الاخر انا زي حضراتكم بدخل الماركت وعايزه ادور على اللي انتوا بتفكروا فيه وبنفس الطريقه اللي بتفكروا بيها. ولو انا شايفه ان المنتج مش قوي انا افضل لي ما يطلعش معايا لانه هيقلل مني وانا مش هبقى حابه ده الحقيقه. ف
فالواحد يعني لو ما كانش فيه شيء حلو يضاف له يضيفه لحضراتكم فتحسوا انه في فرق كويس او انه انا بضيف حاجه حلوه، انا شايفه انه ملهاش لازمه. يعني انا دي انا ده انا يعني عظيمه في مهارات عظيمه كمان، لازم نوريكم الحاجات الحلوه كلها ولازم نستعرض مع حضراتكم الحاجات اللي انتم عاوزينها بالشكل اللي انتم طالبينه وبافضل افضل صوره تطلع. طيب انا كده ملوخيه دي اكله الملوك. خليني اقول لكم هي ليها قصه، على فكره ليها قصه الملوخيه دي، الشهقه بتاعت الملوخيه على حسب ما انا فاكره يعني. هي اسمها ملوكيه. بصوا هو كانت بتتزرع على ضفاف النيل زمان قوي، وكانوا بيدوها للناس اللي هي ما كانتش يعني ايه كان ليها طعم وحش، فكانوا بيدوها للناس اللي هي يعني الفقراء من الناس يعني، فكان ده العقاب يعني كانه عقاب مش حاجه حلوه يعني. لكن بعد كده بقى اتعرفت واتعملت واتحبت، وبعدين هي الطشه ليها قصتين. انا القصه اللي انا فاكراها منها ان هي الشهقه دي بتاعت الملوخيه جت من ان كان في جاريه بتطبخ واتاخرت في الاكل عن احد الملوك يعني، فهو دخل المطبخ بص كده لقاها ايه كانت لسه هي بتعمل في الطشه بتاعتها، فلقاها راح جايب الرقبه على طول. فالرقبه دي لما جت فراحت عملت الشهقه دي. انا دلوقتي هعمل قبل ما اعمل الشهقه، لا احطها هنا. لا احنا نلحقه بسرعه 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 بسرعه. ايوه الثوم، ايوه، ونحط كمان الكزبره الجافه. بسم الله نبدا بقى ايه نقلب نقلب نقلب. الله 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 الله. افتكرت عشان انا ما حطيتش نقطتين من زيت مليان، عشان كده السمنه ايه اعترضت. خلينا نحط، يلا بينا. بسم الله نقطه واحده كده، هنقلب بقى مانع للطرطشه. بيقولوا لي هو زيت مليان ده مانع للطرطشه. على فكره انا محترمه الزيت ده جدا. اقول لكم على حاجه، انا واحده من الناس عندي نوع زيت معين ما بعرفش يعني اتخلى عنه في الزيوت النباتيه، وبجد انا مليان بالنسبه لي كسر عندي قاعده، والحقيقه انا بستخدمه وانا بيفرق معايا قوي. بعرف الشركه دي شركه بجد، خصوصا الشركات اللي بتعمل زيت وخل والحاجات دي، ان هم داخلين في حته كده ايه بتبقى شائكه شويه، خصوصا اختلاف على نسبه الاولين زي ما حضراتكم عارفين، والقصه اللي احنا ايه كلنا عارفينها. فانا للامانه انا يعني بوجه له تحيه واقول له يعني كل ما انت عايز تعمل حاجه كويسه وتقدم منتج محترم ومنتج الكواليتي بتاعته عاليه، اذا ربنا هيوفقك جدا، وهتلاقي ناس كتير قوي هتعرف المنتج ده وهتتعامل معاه وهتقول نفس كلامي ان شاء الله. بقلب بقى الملوخيه، خلاص هي تبدا تاخد الايه الغلوه الاولى. اول ما تقلب زي ما بيقولوا يعني هنضيف عليها الطشه. خلي بالكم الملوخيه دي الخضراء، الورقيات الخضراء دي من الحاجات الجميله قوي، فالملوخيه فيها فيتامين اي واي، ودي من الفيتامينز فيتامين بي كمان، من الفيتامينز اللي كلنا بنحتاجها. فالملوخيه فيها فيتامينز حلوه، مش هنس يعني حتى البقدونس والورقيات الاخرى يعني زي الكرفس والكزبره والشبت، الحاجات دي على فكره ليها فوائد رهيبه جدا. بره مصر في الدول الاوروبيه غاليه جدا، احنا يمكن من نعمه ربنا ان هي عندنا هنا متاحه وباسعار كويسه، فيا ريت نستفيد منها. مهمة قوي قوي في طبق السلطة نعمل ميكس منها، حتى لو مش قادرين نعمل الطبق يعني ونهندمه بالطريقة اللي احنا عارفينها، يبقى متقطع منه طبق خضروات معصور عليه ليمون، لأنه خلوا بالكم الفيتامين سي في الليمون جميل جدا طول ما هو ما اتغلاش، يعني يتكسر في حالة واحدة بس فيتامين سي لو لمسته النار كده. لا ليمون سخن ده شكرا، احنا الليمون الصح لو عايزينه دافي حضراتكم هنجيب الميه السخنه هنحطها لحد ما تهدى، وبعدين نعصر الليمون ويتشرب او شرايح الليمون فيه بس، لكن ما ينفعش ميه سخنه بتغلي او نغليه على النار، احنا كده ايه مش الفيتامين سي كله اتكسر. طيب
شايفين كده؟ يا سلام يا ندى والله. انا يعني بصوا انا لازم اوجه طبعا تحيه لكل الفريق الموجود في الكنترول، طبعا المخرج الموجود معانا، وطبعا لحبيبه قلبي البروديوسر بتاعتي رانيا، والمعده الجميله رئيس تحليل برنامج ندى، وعندي كمان اسراء، وفي مين تاني من البنوتات انا ناسيه، وديانا حبيبه قلبي طبعا سينيور بروديوسر. انا يعني سعيده جدا بوجودي مع البنوتات الامامير دول، وبنات جدعان قوي قوي بجد، بتوع شغل يعني، ما تقعدوش تقولوا بس الرجاله بس هي. على فكره الستات والبنات يعني جامدين جدا على فكره. يلا بسم الله، يلا وجون 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 وجون، صح كده؟ خليني اخد لوش. ايوه اخد ايه اللوش ده؟ مش عارفه مصطفى غاوي يحط لي اللوش بعيد عني. ممكن مصطفى نمشيه بقى من غير الصفاره، يعني انا هاخد الصفاره اللي هنا وهمشيه من غيرها، صح يا درش؟ بس عشان صالح ما يدافعش عنك في يوم من الايام. بس هنقلب كده تقليبه حلوه، وطبعا هنحطها بقى، انا مش عايزه ايه اقلب كتير، عايزين بقى نغرفها. بسم الله الناس يا حبايبي، والله انا يعني مقدره بجد، ويعني ايه على فكره ده جهاد برضو ان انتوا تستحملوا انكم شايفين كل ده وتستحملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين بقى الله، المصورين بيتنحنحوا. ايه قولي لي العيش بقى، عايزين شويه عيش سخنين ونديها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا سلام، هو فين؟ والله كان صالح حاطط لي، والله لا احطه له وانا اقدر ازعلهم. يا سلام، انتوا تؤمروا هنبعت نجيب العيش حالا. حاضر. بيقولوا لي عايزين قرنين فلفل والعيش لو سمحتوا. حاضر بس كده، العيش مفقع. حاضر من عينيا، بس كده تؤمروا. والله بسم الله اهو، وادي الملوخيه الجميله، ملوكيه بس خلاص احنا غيرنا الفكره بقى، ما بقتش ملوكيه الوحشه. بسم الله.